صباح الخير طلابنا الأعزاء. طبعا today we are going to continue our lectures in gastrointestinal tract physiology and we continue the subject of the last college أو last lecture خلينا نقول last lecture اللي هي عبارة عن يعني the secretory functions of the stomach. Now, our objectives discuss the control of gastric secretion and discuss the small intestinal secretion. Now, احنا البارحة حكينا عن يعني ال SCL formation وحكينا عن هذا ال glands of the stomach. الآن, the transmitters involved in HCL secretion. What are the transmitters that involve in HCL secretion? شو نقصد بيها يعني هاي؟ شو نقصد بيها؟ نقصد بيها إنه عندي يعني neurotransmitters أو يعني chemicals that is important or that play very important role in the HCL secretion. أول شيء إحنا عندنا منو عندنا الهستامين. الهستامين it is a chemical substance released by a mast cell. طبعا mast cells موجودة بالبلد وموجودة كذلك بالميوكوزال lining of في الستومك. احنا حكيناها البارحه قلنا موجوده بال يعني بالميوكوزال لايننج اوف ذا ستومك. نو عندنا تو ريسبتورز فور هيستامين. عندنا يعني خارج الستومك ب اتش 1 ريسبتور مثلا سموث مسل تراكيا فيزرال بلد فيسلز زين بيها اتش 1 ريسبتر ما عدا البارايتال سيل. الاتش 2 ريسبتر موجوده فقط بالبارايتال سيل او الاوكزنتيك سيل فقط. فاذا ذا جنرال افكت اوف هيستامين طبعا نعرف الهيستامين انتم ماخذينه بالبلاد انه يسوي لنا الرجيك مانيفستيشن وفاز دايتيشن يسوي لنا كابيلاري بيرمابيلتي انكريز ذا كابيلاري بيرمابيلتي. طيب فاذا الانتي الرجيك دراج اللي ناخذها going to block the H1 receptor and have no function on H2 receptor. ما له علاقة بالH2 receptor. أنت allergic drug مثل الألرمين for example. لما يجي يشتغل يشتغل على H1 receptor الموجود في كل أنحاء الجسم ما عدا البارايتال سيل. فلذلك ما يأثر على الأس السكريشن. بالميوكوزا of the stomach عندي ماسيا. لما يعني الكايم يعني in the stomach going to مثلا stimulation أو سوينا يعني كيمو stimulation of chemoreceptors وميكانو receptors سوينا stimulation of enteric nervous system وparasympathetic فالهستامين released from the mast cell الموجود بالميوكوزال lining of the stomach هذا الشيء يسوي يشتغل على من على يعني أو طبعا يعني ال H2 receptors هي اللي تكون stimulated ب يعني او بالحقيقه الهستامين يشتغل على ال H2 receptor موجوده بالبارايتال سيل وسوينا زياده ونكريز ذا سكريشن اوف السيال. فالهستامين اللي يطلع لي يشتغل على ال H2 receptor الموجوده وين؟ موجوده بالبارايتال سيل ويسوي لي زياده ب او يعني انكريز ذا السيال سكريشن. ولذلك انت peptic ulcer drugs or the drugs that used to treatment of peptic ulcer. عندنا السيميتيدين والرانيتيدين اللي هي انتم اكيد يعني سامعين اكيد بيها الزانتاك والتجميد هاي الادويه القديمه عباره عن اتش 2 بلوكر. هاي الاتش 2 بلوكر تمنع الهستامين انه يشتغل على الريسبتر مالته الموجوده بالبارايتال سيل وبالتالي يقلل لي الاتش سي ال سكريشن. فهذا واحدة من الأدوية نستخدمها بالعلاج أوف في بيبتيك ألسر هو H2 بلوكر H2 ريسبتر بلوكر اللي هي سيميتيدين ورانتيدين. أوكي ناو another transmitter عند الاستالكولين. الاستالكولين طبعا act on parietal cell when on muscarinic receptors اللي هي M1 M2 receptors. استالكولين مين يجي لي؟ يجي لي من الانتريك نيرفس سيستم النيورو ترانسميتر ويجي لي من الباراسمباتيك يعني فايبرز اللي هي الفيجاس عن طريق الفيجاس نيرف. استالكولين الميكانيزم اوف اكشن مالته شو يسوي لي؟ يعني اكت اون مسكولك ريسبتر ام 1 ام 2 وين موجوده؟ اون ذا بارايتال سيل يسوي لي اوبننج اوف كالسيوم شانلز كالسيوم انتر يسوي لي ستيميليشن اوف هيدروجين بوتاسيوم اي تي بي اس بامب وبالتالي يزيد لي البرودكشن اند سكريشن اوف ذا اس سي ار. طيب الجاسترين هرمون، جاسترين هرمون شنو؟ سكريتد فروم ذا جي سي ارز الموجوده وين؟ موجوده بالميوكوزا اوف ذا ستومك. زين وهي محسوبه على البايلوريك جلانز يعني وين موجوده؟ موجوده بال يعني منطقه الانترام زين
وبالتالي يعني لما يصير عندي يعني كان in the stomach عندي distension of the wall stimulation of enteric nervous system stimulation of parasympathetic stimulation زين شو يسوي لنا هذا الجاسترين هرمون اللي يطلع لي او استالكولين يشتغل على جي سيلز ويطلع لي الجاسترين هرمون والجاسترين هرمون بدوره راح يشتغل على البارايتال سيل على سبيسيفيك خلينا نقول ريسبتورز موجوده نفس الميكانيزم مال الاستالكولين يعني ما يسوي لي opening of the calcium channels or calcium enter with the stimulation of hydrogen potassium ATPase pump وايضا يزيد لي secretion synthesis and secretion of ACE اذا الجاسترين هرمون يعني يطلع نتيجه الشغل الاستالكولين على اليمن على الجي سيلز يطلع الجاسترين هرمون الجاسترين هرمون يشتغل على سبته الخاصه موجوده وين on the parietal cell نفس الميكانيزم مال الاستالكولين وبالتالي يزيد لي synthesis and the release of HCL. لكن عندي الهستامين is the most potent stimulus for HCL secretion. إذن الهستامين، الاستالكولين، الجاسترين هرمون كلها عبارة عن transmitters that aid or that help or that essential for increase the release of ACE. For the conversion of pepsinogen, and she said we من يدخل للومن of the stomach وunder the effect of HCL يتحول إلى pepsin اللي هو active form. هذا البيبسين بدوره very important that started the first steps for digestion of a protein when in the stomach. يبتدي الخطوات الأولى في the digestion of the protein when in the stomach. طيب بعد شنو عندي إذن البيبسين يشتغل indirect. That responsible أو خلينا نقول ال HCL يشتغل indirectly for the digestion of protein. شلون indirectly يحول لي البيبسينوجين إلى بيبسين وبعدين البيبسين هو يقوم يبتدي لي ال first steps for digestion of protein. فإذا ال HCL indirectly play important role in the digestion of protein. وكذلك كل البكتيريا يعني يعتبر يعني بعد يعني وسط حامضي فإذا يستفاد منه for killing the bacteria, the viruses, the toxins. بعد convert the dietary ferric to ferrous state اللي يكون more stable and easy to be absorbed from the small intestine ولذلك الشخص اللي يكون عنده نقص بالHCL secretion راح يعاني من iron deficiency anemia ليش؟ لأنه ما يقدر يحول الفرق to ferrous اللي هو stable one easy to be absorbed فال يعني هذا الفرس it is أو الفرق it is not easy to be absorbed from the small intestine بالتالي ممكن هذا الشخص يعاني من iron deficiency anemia نعم نجي على ما يسمى بالانترنسيك فاكتور انترنسيك فاكتور شنو ايضا كيميكال ريليز فروم ذا بارايتال سيل اور اوكزنتيك سيل ويامن ويل اس سي ال ولا لا باي اكسوسايتوسيس جاست وين ذا فود انترز تو ذا ستومك ات از امبورتد فور ابزوربشن اوف سيانوكوبال امين اللي هو فيتامين بي 12 فروم ذا ديستال اليوم طيب بالديستال اليوم عندي سبيسيفيك ريسبتورز فور ذس فيتامين بي 12 الانترنسيك فاكتور with cyanocobalamin amine combined together and to that receptor and responsible to enable or making the absorption of vitamin B12 from distal ileum but intrinsic factor and the absorption of cyanocobalamin amine from the specific receptors الموجودة بالدستال ileum نعم عندي سفرز اوف هيدروكلوريك اسيد يعني اما يكون كميه الهيدروكلوريك اسيد قليله او ماكو في البي اتش مال جاستريك جوز راح شو يصير تكون الكلاين ليش لان انا ما عندي اس سي ال او يكون كميته كلش قليله فلذلك نشوف انه هذا الشخص يكون الميديوم مات يعني اسيدك جوز تكون الكلاين هذا الشخص راح شو يعاني راح يعاني لي من iron deficiency anemia راح يعاني من maturation failure anemia او megaloplastic anemia بالاضافه الى different types of infections يعني انا ما عندي HCL وممكن هذا الشخص يتعرض الى any type of مثلا contaminated food مثلا بفيروس ببكتيريا ما راح يكون في الديفنس ميكانيزم عنده هنا فبالتالي ممكن يتعرض الى infection او وبعدين يتعرض الى iron deficiency anemia وبعدين يتعرض الى maturation failure anemia ليش؟
لانه المجالو بلاستيك انيميا او ماكيوليشن فيلير انيميا عاده فيتامين بي 12 عاده ينصنع عندي ماي بكتيريا فلورا الموجوده بالكولون، وعندي فيتامين بي 12 ايضا يخزن بالليفر، فعمليه فقدانه من الجسم تكون تاخذ لها فتره جدا طويله على بال ما يعني يكون ينفقد ويطلع لي اعراض الماتوريشن فيلر. فاول شيء الانسان يعاني من الايرن ديفيشنسي وبعدين يعاني من الماتوريشن فيلر انيميا. طيب يعني احنا يعني ليش، لان قلنا يعني اكو ليش يصير عند هذا الشخص اكلور هايدريا، راح يصير عنده ديفكت بالبارايتال سيل، ديفكت بالبارايتال سيل يعني اما افتر اكسيدنت او بيكوز اوف مثلا دراجز، بيكوز اوف مثلا توكسينز، بيكوز اوف مثلا اوبريشن انيثينج. فالبارايتال سيل ما راح تصنع لي اتش سي ال، ولما يكون بيها ديفكت البارايتال سيل اذا مو بس الدي اتش سي ال يتاثر، حتى الانترنسيك فاكتور اللي هو يطلع من البارايتال سيل مو صحيح. فاذا الشخص يعاني من different types of infections، يعاني من iron deficiency anemia ويعاني من maturation failure anemia. احنا حكينا في words about peptic ulcer بالمحاضرة السابقة، وراح شوي نحكي بعد انه يصير عندنا erosion of the mucous membrane of the stomach or the duodenum produced by action of SCM when the gastric barrier يعني يعني ممكن يصير عندي auto digestion of the stomach، وبالتالي راح يصير عندنا يعني في الدايركت كونتاكت ما بين ال SCL الى ال wall of the stomach، ويسوي لنا release of histamine مثل ما قلنا، يسوي لنا edema، يسوي لنا increase the capillary permeability، يسوي لنا vasodilation، يسوي لنا ممكن يصير in contact with the blood vessels، ويسوي لنا bleeding، ممكن يسوي لنا erosion. في الكوزز مال بيبتيك ألسر عندي اللي هو مثلاً for example drugs non-steroidal anti-inflammatory drugs for example aspirin والبروفين الدوسيل، أو infection by for example hylobacter pylori، smoking، genetic factors، الكهول، يعني many factors that is responsible to damage the mucus layer of the يعني stomach، وبالتالي يخلي الأسيد والبيبسين in contact with the mucosa ويسوي لي inflammations ويسوي لي هاي كلها complication. The control of gastric secretion، يعني هان الgastric secretion اللي هو SCL اللي هو اللي يعني الأساس هو SCL، ويجون ويا الجماعة الويا شون يصير عندي control of this gastric juice أو gastric secretion. ليس أسمي gastric juice عندي SCL وعندي intrinsic factor ويجوا يا البيبسين والهستامين وهذا دي كلها، فأعتبره كوكتيل بس هو الأساس أو الماستر هو SCL. طيب شلون يصير عندي control for this gastric secretion؟ عندي 3 phases أو 3 خلينا نقول stages. The first phase يسموه cephalic phase، يعني شو؟ The cephalic phase responsible for release of about third of gastric juice، يعني ثلث ال SCL وجماعته ينطرح أو يتنظم عن طريق السيفاليك فيس. شنو يعني السيفاليك فيس؟ يعني this is تجينا neurogenic signals من higher center of the brain من ال cerebral cortex or من ال peptide center عن طريق ال vagus nerve للستومك، يعني lead to increase the SCL secretion. هاي شو وقت تصير؟ لما أول ما يدخل الفود بالماوث يصير عندي هذا الاستيميليشن، أو مثلاً السميل أو السايت أو الثوت أوف ذا فود، يعني أنا أشوف أكل يعجبني، أشم أكل يعجبني، أسمع عن أكل يعجبني. أحياناً الأنجر والهوستيليتي، يعني خلينا نقول سايكولوجيكال، يعني سايكولوجيكال كونديشنز الشخص، مثلاً أحياناً إحنا نسمع نقول مثلاً واحد يقول لك أنا من أروج أكل واي، مو صحيح؟ فممكن سايكولوجيكال كونديشنز أيضا play important role for stimulation of cephalic phase، وتجينا signals from the higher center of the brain from the appetite center عن طريق الفيغاس نيرف stimulate the stomach to parietal cell يعني to release the HCL. وطبعا مين يطلع لي الHCL؟ يطلع ويا الانترستيك فاكتور، وممكن يحول البيبسينوجين لبيبسين ويصير عندي الغاستريك جوز. Another phase اللي هو الغاستريك phase اللي هو responsible for two third of gastric juice control per day، يعني تقريبا ثلثين الغاستريك جوز خلال اليوم يتنظم بواسطة الغاستريك phase. هذا شلون يصير؟ يصير بشقين، عندي الـ عن طريق النرف افكت وبنفس الوقت عن طريق الهرمونال افكت.
النيرف افكت هو منه اول شيء ان الانتريك نيرف سيستم ميكانو ريسبترز كيمو ريسبتر ستيميليتنج ليد تو سبيت انتريك نيرف سيستم ريليز اوف استالكولين. استالكولين يشتغل على البارايتال سيل بالمسكرين ريسبترز ويشتغل على الجي سيلز ويطلع لي جاسين هرمون وبالتالي يزيد لي السي ار. الفيجاس نيرف يعني ايضا يعني سويش فيجاس نيرف ايضا يطلع لي استالكولين. اذا الاستالكولين ذات اكت اون بارايتال سيل ان جي سيل دايركتلي فيجاس نيرف ستيميليت ذا ريليز اوف استالكولين اندايركتلي. فاذا اول شيء يطلع لي الاستالكولين منين يطلع لي؟ من الانتريك نيرف سيستم زين وبعدين عندي فروم ذا فيجاس ايضا يطلع لي استالكولين. فاذا اول شيء يعني الفيجاس نيرف يعني اكتنج يعني يكون اندايركتلي والدايركتلي يكون عن طريق ما يسمى بال يعني عن طريق الانتريك نيرف سيستم. اوكي فبوث اوف ذم يعني المهم انه راح يطلع لي استالكولين وهذا الاستالكولين بدوره راح يشتغل لي على البارايتال سيل وراح يشتغل لي على الجي سيل وبالتالي راح يسبب لي يعني انه يعني يعني تنطرح او زياده السكريشن وزياده الريليز اوف استالكولين العفو السي ار. نعم الهرمون الافكت اللي هو منه عندي الهرمون الافكت الجاسترين هرمون مثل ما قلنا انه الاستالكون يشتغل على الجي سيل طلع لي جاسترين هرمون. الجاسترين هرمون يشتغل على البارايتال سيل بانه يفتح لي الكالسيوم شانلز ويدخل كالسيوم ويسوي ستيميليشن اوف هيدروجين بوتاسيوم اي تي بي اس بامب وبالتالي يزيد السي ام. وبعد الهستامين ايضا قلنا ذا موست بوتنت ترانسميتر ذات امبورتنت فور انكريز ذا ريليز اوف السي ال هو منه اللي هو الهستامين ولو لا اكثر من الاستالكولين واكثر حتى من الجاسترين يس. طيب عندنا الفيس الثالث اللي هو الانتستينال فيس. اذا عرفنا السيفاليك فيس مسؤول عن ثلث الكنترول والجاستريك فيس مسؤول عن ثلثين الكنترول. طيب الانتستينال فيس على شو المسؤول؟ اذا ثلث بثلثين خلصنا. اذا الانتستينال فيس it is not always presented مو دائما موجود يعني not always presented to control the gastric juice release أو HCR release بعبارة أخرى. It depends on the nature of the chyme that enter to the small intestine. يعني وجوده وعدم وجوده يعتمد على نوع طبيعة الكايم اللي emptied from the stomach ilmen to the duodenum. Some types of chyme can stimulate the duodenal mucosa to release enteric gastrin. إذن هسه هاي معلومة جدا مهمة. إذا جاسترين هرمون مو يعني هو أساسا ينطرح من الجي سي ال موجودة بالإنترم أوف ذا ستومك. لكن أنا أيضا عندي سيلز موجودة بالدودينال ميوكوزا ريليز أيضا جاسترين هرمون أسميه إنتر جاسترين. يعني هذا يطلع لي منين؟ من سمول انتستين. هذا شو وقت يطلع؟ طبعا هذا أكت أون بارايتال سيل تو ريليز السي ال. شو وقت يطلع؟ يطلع لما يكون الكايم نوت ويل بريبيرد. يعني شنو احنا مو بدينا قلنا انه بدايه الدايجستشن اوف بروتين ذا فيرست ستيبس اوف دايجستشن اوف بروتين تكون بالستومك. اذا وصل الكايم من الستومك الى الدودينم وما نوت ويل بريبيرد وهذا البروتين موجود بيه نوت ويل بريبيرد ما واصل الدرجه المفروض تكون بيها فلذلك لازم يطلع لي ستيميليت ذا انتريك جاسترين تشتغل على البارايتال سيل وتزيد لي الاتسيال. إذا هاي الحالة الوحيدة اللي يكون بيها اكسايتاتري ممكن يكون انهبيتاري. نعم الايفكت اوف انتستينال فيس اون جاستريك سكريشن ات از موستلي غالبيتها تكون انهبيتاري. يعني شنو انهبيتاري؟ انهبيت ذا ريليز اوف ات سي ار انهبيت ذا جاستريك جوز ريليز. ايش وقت؟ لما يصير عندي اسيد ان ذا كايم اكثر من اللزوم لما يصير عندي فات ان ذا كايم هواية فيسوي لي inhibition to the يعني خلينا نقول emptying of the stomach inhibition to the gastric release. ليش؟ لأنه وش راح يسوي؟ راح يطلع لي الكوليسيستوكانين والجاسترين هرمون والجاستريك inhibitory peptide. مو هاي حكينا بالمحاضرات الأولى سوي لي inhibition to the gastric secretion inhibition to the motility وبنفس الوقت يعني delay the emptying. صحيح؟ فإذا الانتستينال فيس it is usually inhibitory on gastric juice لكن ممكن تكون excitatory وتزيد الجاستريك جوز. إيش وقت؟ لما يكون عندي depend upon the nature of the chyme that reach to the duodenum. لما يكون الكايم that reach to the duodenum البروتين الموجود be not well prepared
راح ذيك الساعة يعني ينطرح لي انترك غاسترين وبالتالي يزيد الأسياء. طيب انتي بعض المعلومات removal of the vagus nerve، يعني انا شخص عنده طبعا كان قبل الشخص الاشخاص اللي يعانون من peptic ulcer يسوون لهم عملية يسموها vagotomy، يقصون الفيغاس نيرف. طبعا السهل ما موجودة الآن، اذا احنا قصينا الفيغاس نيرف او تعرض الى اي تلف، المهم ما عندي فيغاس نيرف، ايش راح يصير عندي؟ يأثر على الجاستريك جوز لو ما يأثر؟ نعم، going to inhibit the cephalic phase. مو لو لا، cephalic phase entirely under the control of the vagus nerve، ما العلاقة بالانترك nervous system بس الفيغاس، يعني parasympathetic stimulus. فاذا انا لما اشيل الفيغاس معناها ألغي السيفاليك فيس، بس أنا بعد عندي غاستريك فيس، مو لو لا. أوكي، لما أجي أخذ الدراج فور إكزامبل التجميت وال يعني سيميتيدين والرانيتيدين، التجميت والزانتاك اللي هي تستخدم بعلاج البيبتيك ألسر، دولي H2 بلوكر، أثر على الغاستريك سكريشن؟ نعم، شو راح أثر على الغاستريك سكريشن؟ ما السيفاليك فين أو بالحقيقة temporary stop the effect of histamine، مو لا لا، لكن أنا ما رح أوقف بقية يعني الغاسترين هرمون يشتغل والأستالكولين يشتغل، فإذا أقلل من الأسيدتي لكن ما أوقفها. يس، يعني سيفاليك فيس موجود والغاستريك فيس ما نوت أول عن الأنهيبيتر تو استالكولين، يعني شنو كومباتيبيليتي مثل ما حكيناها المحاضرات السابقة، أنه هذا الأتروبين يتنافس ويا الأستالكولين يجي ياخذ مكانه على المسكريت ريسبتر، ما يخلي في الأنتيكولينرجيك للبراكس الأنتيسبازمين الأتروبين، هذه شنو تأثيرها على الغاستريك جوز؟ أثر على الغاستريك جوز؟ نعم، سوي الانهيبيشن تو سيفاليك فيس وممكن تأثر لي حتى على الغاستريك فيس، الغاستريك فيس كومبليتلي لأن عندي هيستامين وعندي بعد يشتغل، مو لا لا. فإذا يعني تأثر لي على سيفاليك فيس توقفه لأنه استالكولين يجي من الفيغاس، والغاستريك فيس أيضا تأثر عليه لكن مو ما توقف. هيستامين موجود هو potent one ويزيد الأسياء، مو لا لا، بس يقلل الأسيديتي of the stomach. نعم، the function of the stomach بشقيها، نجي ناخذ secretory function of the small intestine، mucus secretion secreted from the Bernard's gland and secreted from the goblet cells and are located along the length of the intestinal epithelium. The mucus serve as a protective rule preventing HCl of the kind from damaging the intestinal wall. And it's secreted in response to tactile or وكذلك السكريتين. هذه كلها يعني إذا كان الكايم ب ما كوز اوف ذا دودينام راح يزيد الميوكوس سكريشن، والفيرتين همز لي دينام فروم ذا دامج. لكن عندي معلومه جدا مهمه، الميوكوس لاير الموجوده بالسمول انتستين نوت سيميلر تو ذات اوف ذا ستومك. الستومك ميوكس لاير تكون موديفايد ثيك فيزيت الكلاين، ما موجود منها نهائيا بغير مكان. عندي ميوكس لاير ذات بروتكت ذا دودينال ميوكوزا لكن مو بنفس فعاليه ومو نفس المواصفات، نوت ذا سيم كاركترستيك فيتشر ذا سيم خلينا نقول يعني ايفكت جست لايك ذا ميوكس لاير اوف ذا ستومك. إذا الميوكس لاينينج اوف ذا ستومك ما موجود من عندها بكل مكان بالجي اي تراكت، عندي ميوكس لاير ذات بروتكت ذا ميوكوزا لاينينج اوف ذا دودينام لكن مو مثل الموجوده بالستومك. وشنو اللي يزيد هاي الميوكس سكريشن؟ وجود ريتيشن
بالكايم مثلا يعني هواي اسيديتي هايبر اوزمولر كايم ممكن ياثر لي يزيد لي، بالاضافه الى هرمونز اللي هو السكرتين هرمون ايضا موجوده ايضا يزيد لي الميوكس لاير او ميوكس سكريتنج، والفيجل ستيميليشن يزيد الميوكس سكريتنج. عندي بعد شنو يطلع لي من انتستال ميوكوزا؟ عندي ديفرنت هيوج نمبر اوف انزيمز ذات از ريسبونسبل تو بريك داون the small peptides, the disaccharides, the fat. فدائما عندي انواع مختلفه وكبيره من كل انواع الانزيمات اللي responsible to break down the peptide اللي هي البروتينات والدايسكرايد والفاتي اسيدز وغيرها، كلها موجوده تطلع لي من الميوكوزا لايننج اوف ذا انتستين. وبعد water, electrolytes also responsible to release from intestinal secretion. وبعد شنو عندي؟ الهرمونز. صحيح انا ما ذاكرته هنا بس انا ذاكرته بالمحاضرات السابقه، عندي الكوليسيستوكاينين بنكلوزامين، عندي السكرتين هرمون، عندي الجاسترك انهيبيتر بيبتايد هرمون، هاي كلها تطلع من الدودينال ميوكوزا مو لا، عندي انترجاسترين ايضا تطلع من الدودينال ميوكوزا، اذا هاي ايضا تعتبر انتستينال سكريشن وهم محسوبه على السمول انتستين. اذا انتستينال سكريشن مو فقط ميوكس وانزيمز ووتر والكترولات، حتى هرمونز اللي هي انترجاسترين وكوليستوكاينين والسكريتين والجاستريك انهيبيتوري بيبتايد، هاي كلها تطلع لي منين؟ من الانتستينال ميوكوزا. اوكي، فاذا يعني اذا لما نجي نذكر انتستينال سكريشن نذكر هذني كلهن. اوكي نعم، اذا سمري اور لكتشر ناو، يعني لاحظ انه الاتسي ان عرفنا شلون نصنع باللاست لكتشر، ونجينا قلنا انه اكو ترانسميترز كيميكلز ذات از ريليزد فروم ذا ميوكوزا لايننج اوف ذا ستومك ريسبونسبل تو انكريز اتسي ال سيكريشن. هذا مو معناته انه ذني اذا ما موجودات هاي الترانسميترز بايطلع يعني اذا يعني اتسي ال هو ينطرح من البارايتال سيل، يعني وجود الانتركتيفال سيستم والباراسيمباتيك سيميليشن يعني يطرح لي الاسيال، لكن يزيد او خلينا نقول يحفز الزياده مال السكريشن مالته وجود الترانسميترز اللي هي الهستامين اللي هي تشتغل على تو ريسبترز، والريسبتر اللي يشتغل عليه الهستامين بالستومك هو الاتش 2 ريسبتر على البارايتال سيل، ويعتبر ذا موست بوتنت كيميكال ذات ريسبونسبل تو انكريز ذا ريليز اوف اسيال. وبعد منو عندي؟ عندي الاستالكولين يطلع لي من مصدرين، يعني يطلع لي من الانتريك نيرفس سيستم ويطلع لي من الفيغاس، والاستالكولين راح يشتغل على المسكول كسبتر موجوده اون بارايتال سيل ويزيد لي الصنع والريليز اوف السيل، ويشتغل على الجي سيل حتى يطلع لي جاسترين هرمون اللي بدوره ايضا يزيد لي الصنع والريليز اوف السيل. لكن ذا موست بوتنت ترانسميتر ذات امبورتنت انكريز ذا ريليز اوف السيل هو الهستام. زين، وبالإضافة إلى ذلك عندنا طبعاً three phases that are responsible to control the يعني gastric juice release. السيفاليك فيس مسؤول عن الثلث والجاستريك فيس مسؤول عن الثلثين، طبعاً بالشقيه الهرمونال والنيرفال. الانتستينال فيس it is not always presented، فما ما ما خلت لنسبة معينة لأنه مو دائماً موجود، وإذا هو موجود فدائماً يعني غالبية الحالات يكون inhibitory. Inhibit the gastric juice release, inhibit the motility of the stomach, inhibit the emptying of the stomach. بس في حالة لما يكون excitatory زيد الـ HCL، هاي شو وقت؟ هاي لما يكون عندي not well prepared the kyme, nature of kyme. لأن أنا قلنا أنه the first steps of digestion of protein started in the stomach by pepsin اللي هو active form of pepsinogen اللي يتغير عن طريق الـ HCL. فهذا إذا الكايم وصل لي وبي بروتين not well prepared راح يصير عندي يعني يطلع لي انترجاسترين من الـ small intestine ويشتغل على البارايتال سيل ويزيد الـ HCL. الانتستينال ميوكوزا ريليز ميوكس، ريليز الكترولايد عن ووتر، ريليز different types of enzymes that disposable destroy different all the types of the يعني food، وبالإضافة إلى الهرمونز اللي حكينا عليها بالمحاضرات السابقة. Now we have a few questions about the our lecture today. يعني this is for your information and يعني thank you very much. طبعاً إذا عندكم أي سؤال أي استفسار يعني ننتظر سؤالكم أو استفساركم. أوكي، إذا أكو أي سؤال أي استفسار إحنا موجودين.
إذا أكو سؤال طلاب، أي استفسار، أي سؤال من المحاضرة الحالية أو المحاضرات السابقة حتى نجاوب عليه. طيب أنا راح أغادر الميت، شكرا جزيلا.